وغادي يكون سببهم حنايا، لان حنا فرطنا. فلهذا واحد المرحله ديال الاولاد تعتبر مرحله غاليه، اذا فرطنا فيها ضاع النهر البقله هذه، وضاع هذا النبات هذا، وضاع الاولاد، وضعنا حنايا، بل غادي نكونوا ميتين، والسيئات تيجيونا بسبب الولاد ديالنا. اما الا تقلنا التربيه ديالهم غادي يموتوا، والبوصي ديالنا غادي يبقى محلول، والحسنات غادي تتلحقنا. وبالتالي القياده كما جاء في الحديث النبوي الشريف تيصيب الرجل ولا المراه جبال ديال الحسنات، وهو عرف اشنو دار وما اشنو ما دار، بل تيقول هو غدا يوم القيامه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن تقول هذا الشيء ما درتوش، هذا الجبال ديال الحسنات أنا ما درتوش. تيسول سيدنا ربي سبحانه وتعالى، تقول يا سيدنا ربي هذا الشيء منين جاني؟ تقول لي هذا من استغفار ابنك لك، ولدك ولا بنتك، حيت متين تيدعيو لك. شتي الدنيا صالحة، ماشي نقول هذا ولد طبيب وهذا مهندس وهذا محامي وهذا كذا كذا، ولكن هذا سكيري، هذا شفار، هذا شاوي، اش غيفدعني في عليه هادشي هذا؟ انا ما ربيتوش. شي مره كانت في مناسبه الصيف، وجا واحد الاب تيتشكى ليا من ولادو، ولادو كبار، وباع كاميو واحد العدد الملايين، ولادو ما بغاوش يعطيه الوراق ديال الكاميو لهذاك المنبع. ودرت معاهم جلسة البو والولاد على أساس باش نفض النزاع ما بيناتهم ونقد الأمور. من العشاء اللي صلينا العشاء وحنايا شد ليا القطع عليك، عندي عندك وأنا خايبه وينوض ويسخن وفيه السكر وعاود يرجع تقول له لا غنمشي ويرجع، لأن ها هو الورق عندي ديال سميتو وها المسائل عندي راه عندي فين غيمشي. حتى الأذان ديال الصباح ما نعسناش، الاذان ديال الصباح من بعد ذلك قالت لها سي الحاج هذا الشيء هذا دابا اللي هو تنشوف على ولادك راه ما نقولوا لهم شي حاجه ولا نلومهم، هكا ربيتي ولادك، ربيتهم على الدنيا. ها هو قال لك ابا ها حنا نبينوا لك التربيه ديالك الصالحه على الدنيا، حنا انا ما نفلتو لك ريال واحد ما نفلتوه لكش، حقنا لانه هما تيسالوه وهو باغي يعطيهم شي اراضي وشي بقع، رفضوهم هذاك البلايص، طلبوا ليه بلايص اخرى، رفض هو باش غادي يعطيو في ديك البلايص، وبدا النزاع، وبالتالي انا غير تنشوف وصبرت على هذا الصهير هذا باش نعطيهم الدرس، ويجا سيدي الله عز وجل من بعد ذلك. فقلت لها انت لو كان ربيتهم على الاسلام، لو كان غادي يطبقوا الحديث النبوي الشريف اللي غادي نقولوا لهم هو ان واحد الراجل جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله با اجتاح مالي، دار لي الجيحه المالي. قال ليه الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، انت والمال ديالك كبر. فلو كان ربي سمع الدين غادي يفهموا هذا الحديث هذا وما يتناقشوش معاك، يقول لك هكا بانا ها الورق ديال الكاميو شد، وداك الشيء اللي ترسلوك الله يسامحك، ولا بغيتي شي حاجه نزيدها لك ها هي، لان ربنا مع الاسلام. فحتى حنا وهذا الدور ديالك ان ايتها الام، والدور ديال الاب حيت يسمع هذا الشيء هذا. لهذا حنايا تيخصنا باش هاد التربية ديال الأولاد، ماشي هو تصل واحد يقول لي الله يصلحهم هما دابا زوين زوين، واللي شافهم تيبغي يبوسهم يا بلاتي، حيت يولي الحلق ديالو يتغير، وحيت يولي الكتاف مقادين، إوا أجي تشوف النتيجة عاد هاد الولد هذا ولا لا. راه كاينين اللي عندهم الأولاد دابا حنا تنتكلمو وهي مسكينة تتهز الراس ديالها وعارفة أشنو الحرب، ولا داير الضب ديال الساروت وتقول كلمه ويرد عليها 20 كلمه، حتى تتولي تقول يا ربي غير يسكت ما نجبدوش انا اللي بغى نعطيوها ليه. علاش؟ السبب هو التفريط في هذيك المرحله الاساسيه، حيت شوف الوليد ساكت ما تقولش ربي وراه ساكت، لا من تما بدا يتسقي، تما بدا يتسقي، من تما بدا تعطي النتيجه. فلهذا غادي نتكلموا في هذا الدرس ديالنا على سته ديال المحاور، واحد المقدمه، المحور الثاني الجهد ديال الوالدين بالتربية، المحور الثالث الأهمية ديال هذيك الطفولة اللي باقية بكري، والنقطة الرابعة التربية بالعادة، والنقطة الخامسة تدريب البنات على الحجاب، والنقطة السادسة علاش تركزوا وركز الإسلام على العمر ديال 7 سنين. علاش بالضبط 7 سنين؟
علاش ما يكونش 10 سنين ولا 15 عام بالضبط 7 سنين رغم ان الناس 7 سنين مازال ما بلغش لا بنت ولا ولد ما تيبلغ حتى اما 11 عام واما 14 واما 15 علاش التركيز في الشريعه الاسلاميه على 7 سنين ونشوفوا شنو قالوا حتى العلماء ديال نفس هذا الاطار نبداو بالمقدمه مقدمه معناها هي اللي تنبينوا لها بحال الباب داك الدخلات ديال الدار باش نشوفوا هذا القصر هذا اللي حنا غادي ندخلوا ليه وغادي نشوفوا اشنو غادي نتكلموا فيه واحد الخطا كبير منتشر ما بين الناس تيرددوا ما بين المسلمين اللي هو تيهلك المجتمع تيهلك الاجيال المسلمه وتيجعلها خاويه ضايعه هو ان الوالدين تيعتقدوا وتيتوهموا بان الولد ديالهم باقي صغير خليه باقي صغير تصرف على شي وحده تيقول لي صغير على فم السبع ياكل ما يجمع هذا في المثال الدارجي اللي تيقولوا بيناتهم باقي صغير وخليه باقي صغير حتى تيولي خدموا فيه هذوك اللي هما تيديروا الوسائل ديال الانحراف وخرج لنا من الحرف ايوا راه تقد معاه وكيفاش غادي تقدو السبب هو انتقال المراه اللي قلتي راه باقي صغير وبا عاود اللي قال راه باقي صغير وهذا مفاهيم خاطئه تيقول الوالدين وبلا ما نتقلوه بشي حاجه من التربيه والتعليم وخصو غير عنه فقط ويتمتع بهذاك العمر ديالو ديال الطفوله قبل ما تجي الحياه وتقلب الهموم ديالها مع ان السنوات ديال الطفوله اللي تضيعها هاد الاباء والامهات هي المرحله الغاليه للتربيه وهي المصنع ديال المستقبل هي الاساس هاد البني دابا عندنا سواري اللي مبني عليهم والاساس هما السواري هادشي هذا تيبقى غير تيغطينا من البرد وتيحفظنا من الصاد اما السواري هما اللي تيهزو السواري الاساسيين ديال بنادم ديال المراه هي هذيك المرحله ديال الصغر هي شوف كيفاش درتي المراه انت مع ذاك الوليد واش قابلتي ولا لا مع ذاك البنيته شي مره وحده من المؤمنات اللي تيجي تسلسل الدروس وهبطات لهنايا ومن بعد ذلك وليدها غير مشاركة وضربت لك واحد الضربة حتى داخل معنى في التربية ديك الضربة زعما غادي تنفعو هذيك اللي بدات غادي نوصل الدري ما عارف بعدا اشنو دار واش داك الشيء راه خطأ ولا لا لا ماشي هكا الضرب ما تينفعش سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لك أنا خدمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا صغير عمرو ما قال لي شي حاجة اللي درتها علاش درتيها ولا شي حاجة اللي ما درتهاش علاش ما درتيهاش والو وشي مرة سخر الرسول صلى الله عليه وسلم وعيا الرسول صلى الله عليه وسلم يتسنى هاد السخرة ما جاتش وخر الصبر تيلعب مع الدراري قال لك فما زاد أن فارق شحمة أذني هاد الشحيمة هادي ماشي غير تيجدي لك الدم والمرأة تتمشي وسير وزيد عاد كاينة ملي تتصدق الولد شي شوية قوي ولا شي حاجة وتشدو تحت رجليها وتعرضو الضرب وديرو وتبقى تلهف تقول لي والله برد فيك بدايدي ما ربيتي ما والو فلهذا هنا تنشوفوا المسألة اللي تخصنا نصححوا فيها أن المصنع ديال المستقبل أن المرحلة الذهبية هي ديك المرحلة ديال الطفولة ديال الوليدات الصغيرين إوا تما خدمي الوليدات راه باقي عجينة لأن ماشي العجينة حتى تدوز بيت الدار عاد قال لك أنا نصوب بها شي شكل من الأشكال ما بقى ما تصوب بها ما حدا مازال ما طابش ما حدا مازال في ديك يمكن لك تصنع بها ما بغيتي هي المرحلة ديال الطفولة عند الوليد وعند البنيته نجيو للمحور الثاني هو الجهه ديال الوالدين بالتربيه حيت اجي تهضر معاهم تتلخص لي كل شيء واخا تكون مثقفه اجي تقول لي ربي ولا عند ربي صافي ايوا شنو الدور ديالك انت خلاص في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه معنى باهم يهودانه معنى يرضو يهودي او ينصرانه يبدو نصراني او يمجسانه يبدو مجوسي ولا غادي يخليو على الفطره ديالو اللي هي الاسلام اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فلهذا تجهل الكثير من الوالدين الاباء والامهات التربيه عامه وحتى كلمه التربيه ما بقاش عندها واحد المعنى المعنى السامي ديالها تقول هذاك تيخصو يتربى انت تيخصك تربى شنو يعني تربى يا تيخصك العصا لا ماشي هي التربية، التربية واحد المعنى، واحد الكلمة غالية بزاف، التربية دابا الآن محتاجين نقلبوا على مربي اللي تيسميه القرآن مرشد، تيتسمى مرشد، تيقول الناس ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف: "ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشدا. الرب ديال الصحابه كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقات غادي هذيك التربيه بالسند النوراني حتى لحدنا. فكل وحده دابا اللي هي كبيره ومزوجه شكون اللي تيربي كيامرها؟ يسحب صاحبه وبقات التربيه لا باقي. الان حنايا راه حنا تنتربوا باش نغيروا الحاله ديالنا ونوليو الحاله احسن. المربي تيمثلو عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه بحالاش، قال لك المربي بالنسبه لينا اللي تيخص واجب عندنا نقلبوا عليه، واخا نكونوا كبار في السن ولا متوسطين، بحال النقافه للعروسه. اش ندير النقافه للعروسه؟ العروسه مسكينه تتكون عاديه، ولكن النقافه تتمشي تصاوب ليها احسن ما يكون، لا في الوجه ديالها ولا في الشعر ديالها ولا في اللباس ديالها، عاد تتقدمها للعريس. فالمربي هكاك تيستعملنا حنايا مع سيد ربي سبحانه وتعالى، ما تيبغيش يصيفطنا لعند سيد ربي وحنايا مكرفصين، تيبغي يصيفطنا احسن حاله في الدرجه العاليه اللي هي الاحسان. فلهذا هنا نفهموا هذه التربيه عامه الناس جاهلين، حيت تسول المراه عطيني المبادئ ديال التربيه، كيفاش الدري غادي ديري ليه؟ والمسكينه عارفه هي غادي تمشي ليه الكوش وغادي ندير ليه الجبل على الربيع وغادي نجد كذا كذا ونطحن ليه هذه وصافي. هذا هو هادشي لا حتى البهايم راه عندهم هما الماكله والشراب. لا الاخلاق، السلوك، المعاملات، اشنو عطيتيه؟ اش رضعتيه؟ فهادشي هذا ديال الاخلاق. فانت مسؤوله في هذا الاطار هذا. فلهذا تنصيبوا عامة الناس المسلمين، الامهات والاباء جاهلين بالتربيه عامه والتربيه الاسلاميه خصوصا. لهذا تينفيو ويلغيو الدور ديال التربيه تماما، وتينتظروا من هذاك الصبي حتى تيبلغ عاد تيولي وتيلزموه بالصلاه ولا تصلي. لا صعيب عليه، حتى بلغ عادي يصلي ما ولفش، ولا في الكره ولا في غير مجرد ما تيحط المحفظه ولا لا مازال ما يحط المحفظه تير ديال تيقلها قول شي المحفظه تيردها قول ويجي للدار يقول لي براسك قول لي المحفظه مشات. علاش الكرة دايما معاها وتيوليو لا حوايج مزيانين ولا صبرت مزيان؟ علاش؟ لا تربى على الكرة، غادي فيها تربى تربى من الصغر، ولكن ما تربىش على الصلاة، وحتى كبر عاد تقول له تصلي، غادي يبقى يصلي يجمع الصلوات. إلا ما قلتليش لو تصلي الفجر مشى تاع 10 ديال النهار ولا 11، ما تربىش على هاد الشيء. هذا من ديك المرحلة الذهبية الغالية، ما رسخاتش هاد الصلاة هادي في وسط الحياة ديالو، ولات واحد العادة من العادات بحال الماكلة. واش يمكن شي واحد دابا فينا اللي يبقى يقول لك اودي انا ما فطرتش والغدا حتى هو وخليني نجمع الفطور والغدا حتى العشاء؟ دابا اللي تنصيب لك دابا حنا عندنا الكيران دابا في هذا الرمضان، هذا اللي ركب دابا في هذا الرمضان وشوف لك الكيران كي تيتجلاو عندك تودن عندنا المرور في شي طريق، معناتها خصنا حيت تودن المرور تكون الطبله قدامنا والتبصيل والماكله تنشوفوها عندك تمشي تزاد شي دقيقه ولا لا. في حين وكل شيء نايض ويقدروا يضربوا في الشيفور يقدروا يسلخوه كاع، ولكن حيت يودن المدن ما نقدروا نقولوا للشيفور حتى شي حاجه، ما نقولوش السين احبس السين راه في الصلاه دي. حتى الا بغيت انا بصيفتي نسلم وبغيت نقولها ليه اش غادي يقولوا لي الناس؟ اسيدي واش انت اللي مسلم وحدك؟ راه كلنا حنا مسلمين، حتى الدار تيصلي ايوا حتى الدار تيقول علاش هنايا تيوقف الكار وديروا سميتو الماكله، وحتى ديك الماكله شو واش نقيه وتتخسر عندنا واحد الخساره ديال الطبيب وكذا كذا، لان تربينا على الماكله 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 حتى في الدار. ها اليوم اللي 27 ايوا اجي نشوف دابا بيبي والدجاج شحال غالي دابا والبلدي، حنا دابا حنا الماكله الفضيله الماكله فين ما حنا غير نديرو هكا وهكا الماكله تربينا عليها وما تربيناش على الصلاح. فلهذا هنايا تتصيب ليك الوالدين ما تيلزمو ولدهم حتى تيبلغ عاد تنوض تقول لك تقول للبنت نوضي تصلي وتقول للولد نوضي تصلي، فإلا ما صلاش تتبدا المشكلات ما بينه وما بين الوالدين ديالو، وتيطلبوا من البنت حتى تتبلغ وتتولي تتفتن الصدر ولا محلول حتى لهنايا. دابا في هذا الرمضان هذا الصدر ديال البنات انا تنقولها لهم ديال البكالوريا اللي تنقري الصدر حتى لهنايا محلول، الشعر مصاوب مطلوب. لا لا رانا صايمين دابا، المن بين هذا الشيء هذا المن؟ عاد تجي امها وتتقول لها المرة دي تحتاجني، هنايا تتوجد هذه البنت هذه قدامها واحد الصعوبة وتتصيب لما قدامها إلا تنوض ضرب بنتها، واش ضرب هذه عندها المشكل؟ لا، مع أن التدرج شوية بشوية في التربية ما
من اكثر المعالم ديال السيره النبويه الشريفه. حيت الاسلام ماشي حرم الشرف نهار الاول، لا، قال لي فيه منافع قليله ومفاسد كثيره. قل فيه ما اثم كبير ومنافع للناس واثم اكثر من بعيده. فما ذلك ديك المرحله ديال عندكم ان سيدين تصليو وانتم سكراني ولا تخافوا الصلاه وانتم سكراء حتى تفعلوا ما تقولون. هل من ذلك جاء الامر ديال سيدنا ربي سبحانه وتعالى فاجتنبوه لانكم تفلحون. ديك الساعه حيت قال لهم سيدنا ربي اجتنبوه اللي كان داير واحد الجغمه ديال الشراب دفلها وولاو بالنسبه للطرقان ديال الذين منوار بحال اللي كتحلى غدوات ديالك اللي عندك شحال ديال الشراب تدفلو بعدها شويه شويه ماشي حتى كبرات البيت وشافت شحال ديال اللباسات ولا تصرفات بيدها وزي ما قلتي جات في البيت دابا حتى شي حاجه عاد تقول لها وتقول لها جات وهذا الشيء تيأسف لي دابا حيت تصلي دابا عيالات غاديه محتجبه وجنبها وحده متبرجه شكون هي بنتي الله يصلح عليك تبت تبارك الله عليك ايوا شنو الدور ديالك انت فين السقي فين التربيه باش انت تتفتخري وجنبك هذا المتبرجه هادي ردها يوم القيامه غادي تحاسبي وتشوفي ها هي غادي تبرتك هنا في الدنيا لان غتشدي الصداع وغادي تبرتي قدام يوم القيامه وسيدي ربي تيقولنا في القران يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فلهذا تنشوفوا هنايا ان التدرج حدا ورا حدا واحد المده والتربيه من اكثر البلايك ديال السيره النبويه والتربيه الاسلاميه في الامور الواضحه والامر ديال الاولاد بالصلاح من 7 سنين قبل ما تفرض عليهم ما غادي تفرض عليهم الصلاح حتى البلوغ هذا دليل واضح في الشريعه الاسلاميه على الاهميه ديال التربيه والتدريب من بكري من اجل باش ترسخ في وسط ذاك الوليد وفي وسط ذاك البنيته السلوك الاسلامي باش حيت يلحق البلوغ غادي يصيبوا نفس الصلاة انا نعطيكم مثال بحالاش بحال دابا البنات ها هو البرد دابا غادي داخل علينا دابا ها الناس غادي يبداو يلبسوا الحوايج ديال الصوف ويلبسوا التقاش الراك ولكن تتصيب البنت لابسه ديك الصايح حتى لهنايا معريه معريه وغاديه حتى حاجه ما طاريني ولو كان عيطنا البناي الجلد ديالو قاصح ولبسوا لي الصايح بحال هكا تشوك لي اللحم ديالو وهذيك البنت ما عندها لا مشكله لا حتى حاجه علاش؟ لان ولفت الصايه من 3 سنين وما تلبس لها الصايه يلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين ولفت ما بقاش عندها مشكله وحتى كيفاش تجلس انا صرت صغير واحد الوحده بقيت تعجبت نقول لك بار عفاك حيت كنت مشيت لاداء فريضه الحج في 83 وداير غير الشرويطه حرفيا بغيت نجلس ما عرفتش كيفاش نجلس بغيت نسميت ونربع ما عرفتش كيفاش نربع بغيت نعاس نقول والو دابا اللي لابسين الصايات قدام البشر وداك الشيء هذا والبنت حرام عليها داك الشيء ما عرفت كيفاش دايره لا في البلسه ديالها ولفات هذا الشيء هذا دربات عليه حتى الوليد خوها اللي قدها في السن حيت يبغي حتى هو الشرط باش ينوض يلعب الرياضه والكره وداك الشيء كيما هو اشنو تتصيب؟ تتصيب هو تتعطي العصا لبس سروال الوليد تتعطي العصا وبالنسبه للبنت شي باس ما كان لبسي الصايه هذا تدريب بدل ما ندربوا الوليدات على هذه النقطه هذه ندربوهم على واحد الحاجه اخرى شويه هي ندربوا مع الصلاه باش يدخل لنا هذا الشيء هذا في الحياه ديالنا تنجيو للمحور الثالث شنو هو؟ هو الاهميه ديال الطفوله المبكره هاد الوليدات الصغيرين اللي تيجيبوا معاهم العيالات الله يصلحهم ليهم ما تقول للمراه ما دار لي صداع صافي صافي هو خليه لا هذيك هي النقله هذيك هي النقص ديال اللي تيخصك تقابليها مزيان الا نجحتي فيها الوليد ديالك تهداي عليه في المستقبل كاع يولي دكتور يولي كذا تهداي عليه الا ضيعتيها الوليد ديالك والبنيته ديالك راه ضايعه وانت السبب في هادشي هذا تنجلى الاهميه ديال الطفوله اللي هي بكري هي مرحله ما قبل التمييز مازال الدري ما تيعرف لا هذه ولا هذه او المرحله ديال ما قبل المدرسه 7 سنين قبل من 7 سنين هذه المرحلة هذه تتسمى الطفولة المبكرة حيت نعرفوا أن الطفولة الإنسانية حيت نجيو للحيوانات والمخلوقات ما نهضروش على النبات والجماد نهضروا على الحيوان وعلى الطيور هذه الحيوانات هذه تنصيبوا الارتباط ديال ذاك الحيوان مع أمه كاين اللي فيه دقيقة كاين اللي نهار كاين اللي أسبوع كاين اللي شهر كاين اللي شهرين هادشي اللي تنصيبوا تيولي الدري تيولي ذاك الحيوان تيتولد
مشى الى كان طير عاد تعلم منو كيفاش يطير وكيفاش كذا كان تيموت تيتعلم تيتمشى هكا دار صدر ربي سبحانه وتعالى شحال الارتباط ديالو معكم تصيب لي واحد المده قصيره اطول المخلوقات اللي عنده ارتباط مع امو هو الانسان سبع سنين هو مرتبط مع امو صدر ربي علاش لان قال لك هذه هي المرحله الم هذه هي المرحله الم الولد ما غايخرجلاش لبرا هذا انتم مقابلين الاغلبيه ديال الالتصاق ديالو معاك وانتم وانتم شوفوا اشنو غادي تعطيوه عطيتو شي حاجه مزيانه راه غادي يخرج لنا بني مزيان عطيتو شي حاجه خايبه راه يخرج لنا بني خايب وغادي يهلك راسو ويهلك المجتمع فلهذا نعرفوا ان الطفوله الانسانيه اطول من اي طفوله من الكائنات الحيه كما تتميز الطفوله الانسانيه بالصفاء ما تصيبش مشكله مع البنيت ولا مع الوليد تصيبهم لك عندهم معقول حتى الوليد الا قلتي ليه بغيتي تعلمو الكذوب وتقول ليه سير قول هذاك اللي تيضرب في الباب راه ما كاينش با تيمشي مسكين بكل صفاء تيقول ليه قال لك با راه هو ما كاينش وتيجي ويقول لي اش قلتي ليه قلت ليه راه قال لك با راه ما كاينش تيجي يقول عطيني عصا مره اخرى الا قلت لك هكا ما تقوليش قال لك با غير قول ليه ما كاينش بلا قال لك با حنا تنبداو نعلموه في التحرميات ونعلموه في الكذوب الراجل مشى سافر قالت لي المرأة خلي لي المصروف خلى لي المصروف قالت لي شنو هذا الشيء هذا هادشي كفانا اللحم والدجاج وكذا كذا عطاها المصروف مشى فإذا به المرأة مشى دارت لهم البصارة ولا العدس ولا شي حاجة وقالت لهم شوفوا عاد تقولوا في باكو باش ما درت لكم صافي حيت يقول لك شي حاجة قول لي دجاج ولا شي حاجة هكا تتعلم كلو فحيت يجي الموت يسول واش كليتو تيقول لك لا دجاج شحال دجاجة جوج زلايف مع داخل البصارة معنى انه هو داخل راه هو ما عارفش الكدور ما عارفش الحرفيات وهي مشات خزنات الفريتات باش ندير بهم شي غراض ولا شي حاجه هالكدور المراه تتعطي لولدها واحد الحاجه تقول لي شوف عندك تقول لخوك راه عطيتك ما تقوليش المراه دات ولدها ومشات لشي دار ولا شي حاجه عندك تقول لباك راه حنا مشينا راه الا قلتي لي مشينا ندير لك السودانيه في فمك عندك ايوا مسكين تيشوف هاد الشيء هذا وتيتعلم الوليد والبنيته تيكونوا في واحد المرحله ديال الصفاء والمروده الفطريه بحال العجينه دير بهم ما بغيتي بحال الورقه البيضاء كتب فيهم ما بغيتي وداك الشيء اللي تيتكتب تيبقى وتتبقى هاد الطفوله هادي واحد المده يستطع فيها المربي خلال هاد المده هادي باش يغرس في النفس ديال الطفل داك الشيء اللي بغى ويوجهو على حسب داك الشيء اللي راسم هو بالخطه ويستطع باش غادي يتعرف بالامكانات ديالو ويجهو على حسب داك الشيء اللي هو تينفعو وكل ما درنا دوك السواري ديال هاد البنيان ديال الطفوله رعيناهم وقابلناهم وشرفنا عليهم ووجهناهم تتكون الشخصيه ديال ديك البنت والشخصيه ديال داك الولد ثابته مزيان راسخه قدام الهزاز ديال المستقبل اللي غادي يتعرض لها داك الانسان في الحياه ديالو وانا بنت هاد الولد هذا غادي نربيه وغادي يخرج للسلطه غادي تلاقى البنت مع فسيقات في المدرسه فاجيرات غايقول لها غادي نديرو هادي وهادي وهادي غادي تلاقى الولد مع ناس من الحارفين ورغم ذلك هذيك التربيه اللي ترباه مع والديه غادي تكون منعاه من هذاك الريح ديال ذاك المناكير اللي غادي تقد تجر هذيك البنت ولا تجر ذاك الولد واللي تيتربى عليه الطفل تيبقى ثابت معاه على مدى الحياه ديالو كلها وداك الشيء اللي تيحدث ليه في الطفوله المبكره تيرسم الملامح الاساسيه ديالو ديال الشخصيه في المستقبل فتيولي صعيب باش تحيد شي حوايج من داك الشيء اللي تربى عليهم سواء كانت مزيانه ولا خايبه تسقول واحد العالمه خبيره في التربيه راه هذوك 3 سنين الاولانيه من الحياه ديال كل انسان تتعتبر واحد الولاده اخرى 3 سنين واحد المره جات عند واحد الراجل ديال التربيه قالت ليه انا بغيت نربي ولدي واحد التربيه خارقه للعاده مزيانه نموذج اللي الناس يبقاو يشوفوه باش يديروا بحالو اش غادي ندير قال لي شحال عمرو قالت لي 3 شهور قال لي ها ضيعتي بزاف منه فرطتي انا فرطتي حيت كان في كرشي 9 شهور هو في كرشي هذيك 9 شهور حتى هي عندها واحد الاثر كبير فهذا من كرشي بحالو كي داير راه كي اش تصنتي مع من تتمشي فين تتحضري راه كلشي هو تيسمعو لان اول ما تيخلق الله عز وجل في الحواس عند الانسان هو في كرشي هو السمع ان السمع عاد والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنده مسؤوله فلهذا اش تسمعي الا فعلتي راه تينفع حتى هو
الا كان فيك الغدايد راح توازي ملي في الغدايد، الا كنتي سميت ما تسوى ما تصلح راح تو غيكون ما تسوى ما على حسب انت اشنو. الا كنتي ما عندك لا حقد لا حتى شي حاجه في الصدر ديالك حتى هو غيكون هكذا، عاد تيخرج للواقع عاود وعاد تيتلقى الحوايج الاخرين. راه كان في كرشك جزء منك انت، فداك الشيء اللي فيك كما ان الدم ديالك تيمشي ليه هو، فحتى السلوك ديالك تيمشي ليه هو تيأثر عليه بلا نردو البال. فداك الشيء علاش تيطلب منا حنايا انا قبل ما نتزوج تيخصني نولي بنت صالحه، وقبل ما نولد تيخصني نتفق انا وراجلي نكونوا زوجان صالحين، معنى ما نكونش منحرفين وعاد نطلبوا الاولاد، حيت يجيو الاولاد اش غادي يصيبهم؟ غادي يصيبهم قدامهم البراق في القهاوي، المراه تتسكع في الطرقات، التلفازه المنكر بلا حساب بلا والو، نعلموا الدري الشطيح والرديح حتى تشوف شي بنيتات ولا شي حاجه وتنفرحوا حيت طلع فوق سميتو شي طبله ولا شي حاجه وتبقى تشطح وداك الشيء تنفرحوا تبارك الله شوف انتي ها هي تبارك الله شوف كذا وفرحانين. خلي لا ماشي هكذا، هذيك غادي تحاسب عليها وغادي تخلص الخطيه ديالها من بعد. فلهذا تنجيو نشوفوا بان هذه المساله ديال هذه الخبيره قالت لي 3 سنين تتعثر لواحد الولاده اخرى، ها هو انتم قالوا لي الولاده بنيته 3 سنين ها ولاده اخرى، ولاده اخرى معناها اشنو درتي في هاد 3 سنين هاد الولاده لا ولاده بنيته. وتيقول واحد المجموعه من العلماء ديال دراسات التحليل النفسي السنوات الاولانيه بالمرحلة ديال كيفاش تصاوب هذا الولد وهذه البنت تتسمى الصياغة الأساسية، اللي هي تتقاد للشخصية ديال الطفل وتتعوجها. وأن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين المولم مسؤولين على العقيدة ديال الطفل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذه العقيدة ديال الطفل، فهنا تيجعل الطفل تيتلقى من الوالدين ديالو فقط كاع المده ديال الطفوله ديالو المبكره. الا تتصيب لك الوليد تيسمع من الصباح حتى العشيه اويلي 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 جدك فصيلتك كذا كذا، تيتعلم داك الشيء. داكشي علاش تصيبوا دابا في الكره الدراري تيتعلموا يلعنوا الرب تيلعنوا، حنا تنمشي نقول لك هذاك فسميتو في الدنمارك راه داو الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا هنا في المغرب كاع مشينا للدنمارك ولا امريكا ولا والو، هو تيلعنوا الله سبحانه وتعالى على مرأة ونسمع من الناس عادي ولدي ولدك وولد اخر وبنتي وبنتك وداك الشيء هذاك، وتصيب الدين والجد والتصيله وداك الشيء هذاك. علاش؟ لان شاف مو اش تقول، شاف با اش يقول، تعلم هو داك الشيء، هو تيدير بحال الساقه حط لي شي حاجه غادي يشدها. فلهذا الاسلام جعل هذه المساله ديال الترقي ديال العقيده من الوالدين المده ديال الطفوله ديالو، وجعلو تيشوف الوالدين ديالو هما النموذج هو المثل الاعلى في كل حاجه. فهنا ما تيثق حتى في شي واحد الا في والدين. وهذا الشيء هذا سيدي ربي سبحانه وتعالى علاش درنا هذا الشيء هذا؟ باش الوالدين يحفظوا هذا الطفل ديالهم من كل التاثيرات اللي غادي تجي من برا لهاد الاسره هادي في الطفوله المبكره. كما جعل الله سبحانه وتعالى الطفل هنا سيعتمد على الوالدين ديالو في كل حاجه خلال هاد المرحله هادي اللي كان باقي صغير، وهذا سيساعدهم باش ينفذوا المهمه ديالهم اللي مكلفين بها. سيد ربي كلفك قال لك الرجل غادي يحاسبكم حساب شديد ودقيق على الاولاد ديالكم حتى يبلغون، ملي بدا يبلغون المسؤوليه هزات عليكم من تما، ولاو هما غادي يتحاسبوا، الولد غادي يتحاسب والبنت غادي تحاسب. قبل البلوغ الا داروا شي حاجه زوينه مثلا علمتهم يصوموا الملائكه ما تيكتبوا لهم والو، الثواب تيكتبوا لك انت المراه وتيكتبوا لك انت الابو، داروا شي حاجه خايبه العقاب تيكتبوا لك انت المراه وانت الابو. فلهذا الا ما كنتيش امراه قد على الاولاد اش بغيتيهم؟ الا ما كنتيش عارف راسك انك غادي تنجحي في هذا الشيء هذا علاش تطلبي الاولاد؟ علاش تهضروا على الاطباء والطبيبات والسبيطارات وديري التحليلات ومن هنا والفلوس وكل شيء؟ انت ما قداش غادي تزيدي من راسك فضيحه. ولكن الا كنتي قد نموذج نجح انت وراجلك ديك المده اللي قبل مازال ما ولد ما والديش ناجحين، تتصيب لك الاذان ديال الصباح تتصيب الدوشة عن قبل لانكم داخلين في قول الله عز وجل والذين يبيتون لربي مسجدا وقياما. بعد الاذان ديال الصباح تصيبكم فايقين لانكم تدخلوا الله عز وجل حتى الشروط
تصبكم جالسين تقراوا القران جماعه نسيو الراجل ديالك عندكم واحد البرنامج ديال العباده ديالكم ديال يوم المؤمن وليلته انتم هذا معوجين لا صلاه فوقتها ولا عباده الصيام غير عطينا الماكله والمساريه حيت غادي يخرجوا الدراري غايشوفوا هذا الشيء هذا هو اللي تنتعلموه وحنا غاديين هكاك شي تيور تعلم شي حتى تنشوفوا هذا الدين ديالنا كيفاش داير نجيو للمحور الرابع التربيه بالعاده بعدا ماشي نحتاجوا العصا ولا شي حاجه تيقول واحد من رجال الدعوه التربيه سميتو محمد قطب رحمه الله عليه من الوسائل ديال التربيه باش نربيو الناس والاخرين والاخص مع البوم الوليدات ديالهم بالوسائل التربيه اللي هي التربيه بالعاده معنى تنعود وتنولف داك الوليد على شي حوايج معينه حتى تتولي عاده ذاتيه ليه تيقوم بها بلا ما يحتاج علاش دابا البنات حتى هما تصور هذا من الديور ديالنا اويلي استغفر الله اويلي استغفر الله منين جبت اويلي استغفر الله جبتها من النهار سمعتها وحتى هي ولات ديرها تتشد لك شي طويزات وداك الشيء هذا ودير واحد ليزار ولا تدير العكار ولا شي حاجه اللي شافت فمها تدير بحالو قالت لها اويلي استغفر الله حتى هي اويلي استغفر الله زرتات لها حتى هي زرتات شطحات لها حتى هي شطحات اللي دارت لها هذا تيتسنى تتربي الواحد بالعاده حتى تولي داك الشيء ولفو غير تيشوف بعيني هذه اللي هي تنشوفوها في التربيه اشنو بغيتي من داك الوليد وريه ليه داكشي علاش نقولوا للاباء الوالدين الرجال الا كنتي مبلي بالدار وعندك تسكني قدام ولادك سير تخزن سير طلع البيت الباديه للسطح سير لشي بلاصه ما يشوفك حد لان راه داك الشيء غادي يفسخو في ولادك المراه المتبرجه اللي تتهضري مع مول الجارتي وتهضري مع مول الحاله وتضحكي مع هذا وتضحكي مع هذا وما عندك لا هذا حلال ولا هذا حرام والعراسات كلشي مخلوط وداك الشيء راه داك الشيء اللي تديري راه بنتك راه تتشدو وبالتالي غادي دير بحالو غادي تزيد عليه من خلال عاود داك الشيء اللي تتشد من المجتمع فلهذا تنشوفوا انه ابرز الامثله ديال العاده في المنهج ديال التربيه الاسلاميه هي الشعائر ديال العباده وفي المقدمه ديالها الصلاه فالصلاه تتحول باليوم غدا بعد غدا لواحد العاده لاصقه بالانسان متى يستراح حتى سيؤديها هادشي اللي تخصنا نفهموه فلهذا حيت يشوفوا الاولاد انهم باهو شجع الصلاه رجع للدار صلى النافله في الدار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا بيوتكم مقابر صلى فيها النافله غزا المصحف بدا تيقرا الوليد حتى هو تيسخ لي داكشي في الدماغ وتيمشي يهز الا شاف باه جلس حل الجورنال جبد الكارو تيهز ويدير بحالو وشي وحده هنايا في حي من الاحياء مشات صارت الباكيه ديال الكارو وهزاتو وحلات الباكيه وهزات الكارو دارتو في فمها راه باها تيقرا الجورنال شافها هكا جا لعندها بدا تيعطيها في العصا وبدات تبكي وسكتات وقالت ليه علاش تضربني قال لي ما مزيانش الكارو قالت لي علاش انت تسكبي الكارو الفطره السليمه علاش انت ملي ما مزيانش وانت بغيتي لي الخير بدا براسك الخير هو الاولى اللي علاش يقول لي انا فلهذا هكا قبل ما نقولوا لولادنا بالفن نقول لهم السلوك ديالنا وحتى تولي المساله عاده ما يستاهل الواحد حتى تيديرها وماشي الشعائر التعبديه وحدها هي اللي غاس تكون في العادات ديالنا اللي هي تيدير هذا المنهج ديال التربيه الاسلاميه ففي الواقع كاين انواع ديال السلوك الاسلاميه بحالاش بحال الحجاب ديال المراه المسلمه ما تخلطش مع الرجال هذه بالعيالات ومع المحارم كل شيء هالشيء هذا هذا والاداب والاخلاق الاسلاميه بحال كي تاكل الادب ديال الطعام الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه والمعلم وليد صغير ادو غير بدا تيديه تطيش فوق الكسعه قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ثلاثه الحوايج قل بسم الله كل باليمين ديالك وكل حداك وليد صغير حنا وخليه والمراه تغضب وما بغاولاش نجيو عندهم واش الدري الصغير غادي يفهم هذا الكلام هذا وحتى سميتو هذا حتى يكبر غادي يفهم وحيت يكبر غادي يبقى ياكل بلا سميتو ماشي غير بلا سميتو باليمنيه غياكل باليسريه ويدير الفضايح ما ياكل حتى الماكله هذيك غادي يمشي يتعاطى المحرمات فلهذا الوليد الصغير علاش دابا تنصيب علماء بين قوسين حافظ الادعيه اخرج من الدار ما قراش الدعاء دخل الدار ما قراش الدعاء
الكلى ما قراش الدعاء، العز ما قراش الدعاء، باش المرأة ديالو ما قراش الدعاء، وحافظ هاد الأدعية، وحتى أنتم تخصم حافظين هاد الأدعية، راه خرجتوا من الدار حافظين الدعاء ديال الخروج، ما قريتوش. دخلتوا لهنايا كاين الدعاء ديالو، ما قريتوش. لأن عندكم في الدماغ حافظينه، ولكن ما طبقتوش في الحياة ديالكم، ما ولفتوش. أما حيت تولفوه، جينا نقصوا، عطس فينا واحد يرحمك الله، تنقول لها جماعة في الدار، تيقول هذاك اللي عطس يهديكم الله ويصلح بالكم. جينا ناكلوا حباس يلا سيدي، واحد فينا الكبير هو اللي غيبدا والبو، كما شفنا في المفاتيح ديال كيف تدخل المراه للقلب ديال الرجل ديالها، هو حيت يكونوا الوليدات مجموعين مع مع باهم، تخص المراه تستعمل السلوس ديال الهيبه والاحترام، رصا وليداتي ما تاكلوا حتى يبدا باكم. البو تيقول لهم يلا سيدي الدعاء بسم الله، اللهم بارك لنا، يلا قولوا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، يلا في الفطور في الغداء في العشاء اليوم غدا هاد الشهر هاد العام غادي تولي عنده عاديه باش تبقى يدير هاد الشيء. دابا حنايا لا ما كاين فينا بعدا مجموعين الاولاد باش ياكلوا فينا، هي دابا ما بقاش عندنا، دابا ولات المراه بحال الا جالسه في واحد الداخليه في الديرنا، كل واحد داير عليه التبصيل ديالو، واحد جاي في جوج، واحد جاي في وحده، واحد بغى يتغدى في 12 وفي العشاء عاود كل واحد ولا، والمراه راه دايره لك كل واحد داير عليه واحد الطريف، وما تنجمعوش على الماكله، مع ان الاجتماع على الماكله تيدير فيه الله البركه، فلهذا ولينا هذا الشيء تشتت وما نعرف فين غادي يحفظ الله يحفظ، الا ما مشيناش صدقنا هذا الشيء هذا. فلهذا هنا تنصفوا ان الشعائر التعبديه نزيد عليها الاخلاق والاداب الاسلاميه بحال ادب الطعام، ادب الشرب، شكون اللي تيديرها لنا؟ تيديرها لنا هذا المنهج ديال التربيه الاسلاميه. وكانت كلها امور، هذا الشيء كاع كله كي ناكلوا كي نشربوا كي نعسوا كي نتكلموا مع عيالاتنا، هذه كانت امور جديده على الصحابه رضي الله عليهم. كان ديك الساعه سراحه ما تعرفوا والو، سراحه. جاء الاسلام حتى ولاو افضل القرون، باش بالعاده اليوم وغدا وبعد غدا وهاد الساعه والساعه الاخرى، ودائما دائما دائما ماشي غير مره وحده تنديروها، دائما دائما حتى رسخات. فعودهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هاد الشيء هذا ورباهم عليها بالقدوه، هو بعدا تيديرها. شي مره كان شي اعضاء مجلس علمي جايين من مكناس وجايين قال لك يديروا المحاضره لمن؟ الائمه والخطباء. ايوا جالس واحد فيهم بعدا غيبدا الاخر سميتو هذاك والاخر ضرب بالعزاء. هز عينيه بالنعاس حول القرعه اللي تيحطوا اليوم قدامهم ديال سيدي علي ولا سيدي حرازم، بديت انا تنشوف اللحظه المغرب اللي هي اساسيه في الدين وبسيطه ما تحتاج لها بجد لا والو. خواب اليمنيه وشد الكاس اليسريه قرب 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 وشرب، ما دار ثلاثه مشربات ما شرب اليمنيه، عالم من العلماء قال لك اش غيوري لي هذا؟ هذا ما غيوري والو. الا كان هذا ابسط الحويجات ما داروش هو، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجه صغيره وكبيره، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا. حيت يكون صغير بغيتي تبدلي ليه الحويجات ديالو تلبسي السروال، وجا وحط الكتف يدي على كتفك وبدا تيبوسك وتتبوسي هنزي ومد رجليه يسريه تقولي لا راه اخرى ما تعرف ولا يمنيه ولا يسريه، كل مره بغيتي تلبسي ليه تيبدا حتى ولات راسخه عنده بان الا بغى يلبس تخصص بغيميه، الا بغى يحيي تخصص بقريصريه، هذا الشيء ما بقاش عاده ولا نقريو عليه في المدرسه ونوري عليه، ولا عنده عاده، هذا هو ما يسمى بالتربيه بالعاده، حتى ولات عاده متاصله في النفوس ديالهم، واحد الطابع تيميزهم، والتكوين ديال العاده في الصغر باش نعودوا البنيته والوليد على شي حوايج تتكون ساهله وعندها واحد الاثر كبير. لان الجهاز العصبي جيو العلم النفس، الجهاز العصبي تيكون ديال الوليد ديال البنيته باقي طري ديك الساعه وغادي يكون قابليه عنده باش يتشكل، اما حتى يكبر تيولي الجهاز العصبي تيفقد الكثير من هذيك المرونه ديالو تيجي صعيب. ومن اجمل واحسن هذا الشيء هذا هو التكوين العاده في الصغار، تيأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم باش نعودوا ونربيوا ونولفوا الوليدات ديالنا على الصلاه قبل الموعد ديال التكليف بواحد الزمن كافي من 7 سنين حتى 15 عام شو شحال. فإذا جا وقت التكليف تتكون عاده بالفعل، تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابناء اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها
وهم أبناء عشر. فمن هذيك 7 سنين تيبدأ تولف الوليد عصلة. فإذا ما كانش مولفها من بدايتهم الرسل من تلقاء النفس دياله خلال السنوات ديال التعويد 3، عندنا التعويد 3، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، تتغير الأمور، تيجي الإجراء الحاسم. شو الإجراء الحاسم؟ والضرب، واضربوهم عليها لعشر. هنا باش تضمني انت ويضمن الرجل ديالك انشاء هذه العاده هذه الوليد ديالك والبنيته ديالك وتكون مرسخه. نجيو للمحور الخامس، هو تدريب البنات على الحجاب. ها المشكله دابا، ها هما البنات دابا تيجيو تهضر معاهم وتقتنع وتقول لك هذا الشيء بصح، ولكن دار لي دومي طريف. تنقول لي دابا دومي طريف اللي دايره ليا نص مغطي ونص باين. فهنا قلنا كيفاش باش نربيو البنات على حجاب، لان هاد الفضايح اللي تتكون سكايري تيكون في الزنقه، حيت تيشوف متبرجه تيبقى يعيط ليها، حيت تيشوف محتجبه تيحضر راسو تيعرف بان هذيك المحتجبه تتقول لي شوف انا معقوله، ما تعدى ليا ما تعدى علي، هي اللي تتجبد عليها عباد الله، حيت تكون حاله الصدر ديالها حتى لهنايا ودايره لك واحد الضبلون حطاه وباينه السره ديالها، تدير هكا تيبان العوره ديالها كلشي من هنايا، تتهز هكا كلشي باينه على الريح حتى لهنا، بل دايره الحنه هنايا، ماشي دابا بقينا تنهضروا عليها عاد الحنه هنا، هنا الحنه وسميتو، معنى هادشي هذا كاع كله شنو تقول؟ تتقول لهم اه عباد الله واش ما بنت لكمش انا كاع شو شحال وانا جالسه تنزوق كاع ما بنت لكمش. السبب هي امها ما ربتهاش على هادشي هذا. فتدريب البنات على الحجاب امرنا الاسلام باش ندربوا الاولاد ديالنا على العبادات قبل ما تفرض عليهم بواحد العدد من السنين باش غادي يتعودوها. ولاحظنا هنايا ان المده ديال التدريب باش غادي ندربوا ونربيو مده ما بين 7 سنين ل 10 سنين. لذلك التدريب على الحجاب هو كذلك عباده واجب باش غادي يسبق التكليف، باش يحتاج تقرا عاد كلها تغطي، يسبق التكليف بالحجاب بضع سنين باش غادي تعودوا هذيك الفتاه، تولفوا ديك البنت كيما ولفات هذيك المتبرجه الصايه من 3 سنين وهي تطلب الصايه حتى ما بقاش عندها مشكله واخا يكون البرد، فتخصمها هذيك البنيته الصغيره من 7 سنين ل 10 سنين ولفوا ليها الحجاب حتى تولي الا ما مشيتش شعرها لا ولا شي حاجه غادي تحشم وتقول راه الناس شافوا الشعر، اقا دابا تصيبها كبيره وبان لك شعراوة وداير لك شي جده بحال الا خرجه من الحمام، واش اه هنا داير العيش من الحجاب هذا، واش من التغطيه هذه، لا علاش ما ولفاتش هادشي هذا، بل كاينه شي استاذه ديال الفلسفه كانت تقري معنا انتقلت لبلاد اخرى دارت الحجاب، واحد النهار هي بدات تخزن باش ما نشوفهاش، اجاك شي قالت لك راه دار لي الحلاقه بالحجاب، الحجاب تيدير الحلاقه، دارت لي الحلاقه وحيدته ضيق لي، حسيت بالضيق ما حساش بالضيق حيت تلبس بالبلوت جين مزيره، انا تنقول كيفاش الا بغيت غير تحك هكا كدير بلوت جين ما عندها كدير، فهي ولفاتو ما بقاش عندها مشكل. الطالون لو كان لبسو انا نتمشى واحد شويه تلوى لي الرجل ديالي تمشي تجري به هي بالطالون ولفاتو اعتادت. فكذلك الحجاب تخصها التعود هذا يولي عندها واحد العاده، هادشي هذا يسبق التكليف بالحجاب بضع سنين باش غادي تعود هادشي هذا، وتيصعب عليها هذيك الساعه باش تحيدو. ما كاينش شي بلاد دابا اللي الحجاب باش يلبسوا الحجاب، الحجاب في الزنقه وفي الحومه ما كاين حجاب، تتصيق عيالات كاع، تصياق هازا لك حتى لهنايا وهازا حتى لهنايا وهازا من هنايا بداكشي اللي كيفاش تيديروا العيالات راه تيعرفوا كيفاش وفي التصياق وغاديه وزعما الا شاف الجار ولا شي حاجه شي ناس ما كانوا غير جيران، لا الناس البرانيين هما اللي كذا كذا، وكاينين شي وحده هنايا سافرت لشي بلاصه راه ما حضراش هنايا سافر شي بلاصه وسمت هذيك السيدي الدوبات هكا وطلقه هكا وداك الشيء عادي، هنايا حجاب غير حيت بغاو يجيو لهنا، لا تيخصنا نتعودوه باش يولي راسخ فينا، اللي حرام باش يشوف ليا العوره ديالي حرام، يكون سميتو من العائله ديالي ولا من عائله راجلي ولا من الجيران ولا لا، اللي حلال حلال صافي. سيد ربي سبحانه وتعالى بين لنا داك الشيء في سوره النور، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
معنى هال من غير يمكن لك تبيني وحتى هادو داك الشيء اللي غادي تبين لراجلك ما تبينيش لباك وداك الشيء اللي غادي يشوف باك ما غاديش يشوفو عبوزك راه واخا ما غايشوفو راه مختلف هادشي هذا وهذا الشيء تترباه البنت حيت شافت امها اشنو دارت فهنا تتحجب هذيك الصبيه حيت امتى هنا كاين عندنا جوج ديال الاقوال واحد القول تيقول لك تيخصنا نبقاو نقولوا ليها تحجبي حيت تبدا تشتها اللي شافها تيشتها دابا كاين البنتات واخا تخرج عريانة ما دافي حد ولكن بدات البنت تبان واللي شافها بدا تيشتهيها فهذاك الوقت اللي ولات تشتها هنا تتختلف من وحده للاخرى ويفقد الطول ديالها الجمال ديالها البنيه ديالها العظام ديالها واش هزيله كي تيقولوا بدا يجع عظمها ولا لا وغالبيا ما تتقلش هذه البنت على 8 سنين ما كاينش شي وحده نقولوا 7 سنين راه ولات تشتها ما تتقلش على 8 سنين وهنايا ما تزيدش على 12 عام الوقت ديال الواحد الاخر تيشها عندنا واحد الاجابه ثانيه تيقول لك يمكن تحجب الى حط والسن ديال الحيض تيتراوح ما بين 11 حتى 14 العام على حساب البلاد ديالنا كاين البلاد اللي حتى 18 عام كاع حتى تبلغ فاليده على حساب البلاد ديالنا حنايا وهاد السخونيه هادي 11 14 العام وفي جوج الحالات في الوقت اللي تتشتها ولا ديال البلوغ لابد من واحد المده ديال التدريب تكون سابقه هاد الوقت اللي تتشها ولا الوقت ديال البلوغ ماشي حتى تبلغ البنت عاد نقول لها تغطي انا ما نقولش تغطى انا غنصيب تصيب لك مراه عجوزه دايره لك جوج ديال الدرات الدره الاولانيه والدره الثانيه وغشت الحراره وما عندها حتى مشكل والاخرى ما صابت غير تحيد الجلده ديال الراس ديالها والصهودات والعروقات وكل شيء بينات وكل شيء باين علاش لان هذيك ولفات والاخرى ما ولفاتش فلهذا حنايا خصنا المسؤوليه من يوحى علينا حنايا هذيك البنت اللي هي في الوقت فاش وليت تشتها تيخصها تغطى ولا في الوقت فاش بلغات تيخصها تغطى ايوا قبل منها تيخصها واحد الفتره ديال باش غادي تدرب على الحجاب بمعنى الا كانت عندنا في 8 سنين ولا 9 سنين ولا تشتها 11 عام ولا شي حاجه ايوا دير واحد 3 سنين قبل بمعنى 3 سنين قبل شنو هي هي باش غادي تولي تتولف اليوم تبان شي شويه ديال الشعر شي بس ما كان غدا تيبان شي حاجه كذا واحد النهار هي طاحت ليها الدره حتى لهنايا واحد النهار هي سمعات الدقان ومشات بلا دره وهي غاديه بشويه تتعلم تتعلم حيت تبلغ تتولي عندها الحجاب ما فيهش لا شطاره ولا تزعزع ولا حتى شي حاجه باش ما تفتنش الرجال بالنظر ليها وإلا مشاو الوالدين ما داروش هذا التدريب هذا من قبل تيديهما الإثم وهي معندها إثم مازال ما بلغاش معندها إثم مازال ما مكلفاش أما حيت تبلغ وما احتاج باش هي اللي عندها الإثم كيما والديها عندهم الإثم لأنهم مسؤولين عليها وهما ما دربوهاش وما ربوهاش من هذاك الشيء لهذا إلا كان عندنا الصلاة تيتآمروا به الوليدات والبنيتات من 7 سنين والشافعي رحمه الله عليه قاس الصيام على الصلاه وقال لك حتى هو تيخصنا ندربوا الوليدات ديالنا راه كاينين الناس الكبار دابا اللي هو حيت تيبلغ تيقول لك اودي ما قديت على صيام انا اش يدير دابا باش يفك الجره والمجتمع عندنا صعيب هذا الشيء ديال الصيام تيولي تيقلب النهار الليل والليل نهار النهار ناعس والليل فايق بحال الشهاده ديال ذاك هبه الليل ذاك لوطوال صافي علاش باش يدوز لا تيخصو يتعلم وتصيف المدونه يعلموا الوليدات ديالهم تيقول لهم شوف غادي تصوم من الفجر تسحر معنا حتى الظهر تيصوم اليوم حتى الظهر وغدا عاود حتى الظهر ايوا وكيفاش نتوما حتى المغرب عاد لا غادي نخيطوهم ليك غادي نخيطو ليك اليوم مع غدا الوليدي تيتيق والبنيتة تتيق وحنايا تنعلموهم بشويه بشويه ما تنمشيوش نفرضوا عليهم حنا ما تيجي البلوغ تيصيب عنده الصيام ولا واحد الحاجه عاده والصلاه كذلك وهكذا بالنسبه للصبيه بالنسبه للحجاب التامر به من 7 سنين الضرب عليه ل 10 سنين ولكن الى قصد الحجاب عن الصلاه تيجينا واحد السؤال علاش الصبيه في 7 سنين ماشي ل 10 سنين تتضرب وهنايا تنصيب في 10 سنين تنضرب و7 سنين حتى 7 حتى 10 سنين وهي هاد الشهاده علاش السؤال تيطيح لنا في الذهن ديالنا اشنو الفرق ما بين الصبيه قبل البلوغ ديالها بشي شهوره ثم الصبيه حيت تدخل البلوغ ولا واجب عليها شنو الفرق هنايا
تنشوفوا بانها بدات تتبان الفتنه ديالها للرجال. وبعباره اخرى اشنو هو الفرق ما بين الصبيه في 11 عام مازال ما بلغاتش وما بين الصبيه نفسها في 12 عام حيت بلغات؟ الكثير من البنات في 10 سنين من العمر ديالهم تيكونوا تيفتنوا. ولا تنشوفوا حنا عندنا هنايا في حي الفتح ولا شي حاجه قريبه ما نعرف كون صات الدس ديالها تنفخها وتزيد ما سميتو هذاك معنى داك الروح عندها اكثر من الجسد ديالها وهي تتحاول باش تفتن الشباب وكل شيء وتدخل في وسط منهم ودير شي مناسبه كانت ديال شي جيران عندنا عندهم شي عرس هذيك البنيته في داك الصيد والعكار وغادي هذاك الشيء معنا شوف الروح ديالها اشنو. فلهذا الا كان هكا تيخصها يقول لي يا بنيتي ها الطريق الصحيح باش ما تمش الفتنه والا مشات دارت هذا الشيء هذا الاثم على الوالدين. تيجينا السؤال والمحور الاخير اللي نختموا به الدرس ديالنا هي علاش نركزوا على 7 سنين بزاف. 7 سنين من العمر تيبدا الانسان في المرحله الثالثه من النمو ديالو هي الطفوله المتاخره هو السن باش يبقى يميز هذاك الوليد وديك البنيته. المرحله عندها خصائص 7 ديال الخصائص اللي غادي نذكروا ان شاء الله هنايا. الخصية الأولانية هو اتساع الآفاق العقلية والمعرفية للطفل. بدا تيعرف بدا تيتوسع قدامه البيئة الاجتماعية بدا تيمشي للمدرسة بدا تيتعلم المهارات حوايج. عندنا الخصية التالية هي ولا تيحب الطفل هاد المرحلة هادي تيحب فيها اللي يمدحو تبارك الله تبارك الله وليتي مرأة وليتي عزباء تبارك الله ان شاء الله دابا سميتو انت قريبا للزواج وكذا كذا ولا تتبغي وتبارك الله وليتي حادقة تدخلي الكوزينة وديري كذا ولا ديك البنت ولا داك الولد تيعجبو اللي يمدحو وبخصوص الوالدين باش غادي ينال منهم المدح والثناء. وهاد الصفة هذه تجعل هذاك الولد في هذيك المرحلة رطب لين. إلا بغيت تقول ليه وتبارك الله تتعرف تشد القرو وتبارك الله تتعرف تشد مزيان احنا تنعلمو هادشي تبارك الله تتعرف تصلي ودير احنا تنعلمو المسألة ديال الخير. تيكون رطب في اليدين ديال المربي هنا وما تيكونش معاند في الغالب بل تينفذ داكشي اللي تيتأتمر به يكون باهتمام. عندنا الخاصية الثالثة تتعلم الصبي في هذه المرحلة هذه المهارات اللازمة للحياة كما تتعلم القيم الاجتماعية والمعايير الخلقية هذه حشومة هذه ماشي حشومة وتتكون عنده الاتجاهات والاستعداد باش يتحمل المسؤولية ويضبط الانفعالات ديالو وتتعتبر هذه المرحلة هذه أنسب المراحل باش غادي يولي منسجم مع المجتمع ديالو. عند الخاصية الرابعة تيحصر الطفل القدرة ديالو والقدوة ديالو والتلقي ديالو في الوالدين حتى النهاية ديال 7 سنين وحيت وتيقبل من امو ومن باه الا كانوا مهتمين به داكشي اللي قال ليه اللي قالوا ليه اكثر من المدرس والمعلم ديالو. ثم تيبدا بالتدرج هو تيخرج بعد ذلك من الدائرة ديال الوالدين ديالو تيبدا يتأثر في الثامنة والتاسعة سيقد يتقاد عنده التأثير ديال الوالدين ديالو وديال المعلمين ديالو مع التأثير ديال الدار. أما في البداية حتى يبلغ تيولي تيتحرر من السلطة ديال الوالدين دليل على أن ذاك الطفل قال لك ما بقيتش أنا دري صغير أنا نمشي فين ما بغيت ونجي فين ما بغيت ونمشي مع من ما بغيت ونلبس ما بغيت ونأكل ما بغيت تيولي هو تيفرض. أما ديك الساعة ديال 7 سنين في يديك دير فيما بغيت. عندنا الخاصية الخامسة 7 سنين تيكون الصبي تيميز تيفهم وتيسعى باش يرضي والديه من أجل واحد الكلمة باش يمدحوه ولا يمدحو شي واحد فيهم. هنايا فإلى أمره بالصلاة تتوجدو ناشط وتيبغي يمشي يصلي والنفس ديالو طيبة والهمة ديالو عالية وإلى أمرت الصبية بالحجاب ديك الساعة تتلبسو وفرحانة وعاجبها الحال وتقول لك شوف شوف بابا كيجي الحجاب هذا. اما حيت تولي 11 عام وتتبقى تفهم لك الميزون بلي والباتشا وتتولي تبغي تبين الشعر ودير القصه هنايا ما تبغيش تنفذ الاوامر ديال الوالدين ديالها الا تكون مناقشه. ايوا علاش اشنو مالي انا خليني ندير هذه هذا اعطيني الدليل هنايا وتتبغي تبين بان راه ما بقاش دريه والدري راه ما بقاش ولد وتتبدا المعارضه للوالدين. الخاصية السادسة تيعيش الطفل مرحلة ديال الطفولة المبكرة المتأخرة تيطلع باش يقلد الكبار
وتيشوف نفسه كبير بحالهم وتيقلبوا باش يتقال ليه انت باقي صغير. داكشي علاش مزيان بغينا نعطيو شي ماكله ولا شي حاجه نعطيك بحال الكبير بحال الصغير باش يحس هو في ديك المرحله. هذا تتشوفو حريص باش يمشي حتى هو للمدرسه مع خوتو باش يمشي للجامع باش يصلي بحال الكبار. وهنايا المربي نتي المراه والراجل ديالك هنا تستمروا هذه الرغبه هذه ديال الوليدات ديالكم عند الطفل باش تطبعوه وتعودوه على هذه العادات هذه وهذه العبادات هذه. فإلا قال ليه باه انت كبير وخاصك تصلي تيفرح هذاك الصبي. وحيت تقال الصبيه انت شابه وجميله خصك ديري الحجاب بحال هذا الشيء هذا بحال امك وبحال اختك الكبيره تتفرح هذه الطفله هذه. لهذا تخصن امروها وترغبوها في هذه الحاله هذه. والاباء تخصهم يحاولوا يقدوا هذه المساله في هذا السن. هذا الخاصيه السابعه والاخيره هنايا توحد ديال الطفل مع الدور ديالو الجنسي. ديك الساعه الدري اشنو تيطرا؟ ما تيبغيش يلعب مع البنات تيبغي مع الولاد. والبنت تبغي تلعب مع البنات. هنا فاش هلكونا الكفار وخلطوا لنا الوليدات مع البنيتات حتى بداو تيكبروا حتى ولينا تنشوفوا ليك الولد قدو قداش كبير وداير الدباج في يديه وداير سميتو الضفر وداير السلسله تيطرطق المسكه مكرط الحياه ديالو لان هكا رباه من الصغر. اما لو كان عزلنا الولاد وحدهم والبنات وحدهم غادي يبقى الراجل راجل والبنت بنت المراه مراه. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا باش تخنت المراه وباش يترجل الراجل غادي نقولوا هكا عرفنا هذه الخاصيه هذه ديال هاد سبع سنين علاش تركز ليها. نطلب الله عز وجل وفقنا لما فيه الخير وإلى بدا الرشد والسداد في القول والعمل وجعلنا بالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نطلب الله سبحانه وتعالى ما يجعلنا فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومه. سبحان ربك رب العزه.